هتعمل ايه لو ما لقيتش الاهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري؟ اكيد صدمة بالنسبة لك، بس ده ممكن يحصل. 48 ساعة كأس السوبر هتقام باذن الله مباراة النهائي يوم الخميس على استاد محمد بن زايد الساعة 7، ومباراة تحديد الثالث والرابع هتكون على استاد النهيان الساعة 4. يمكن كتير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي متوقعين ان الاهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر. طبعا ده مش تقليل من سيراميكا كليوباترا وبيراميدز اللي عاملين نتائج قوية جدا سواء في كأس الرابطة او كأس مصر، ولكن بحكم شعبية وجماهيرية القطبين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في مصر والوطن العربي كله افريقيا، فالتوقع دايما بيميل للأهلي والزمالك. خلوني أتخيل معاكم سيناريوهات تانية ممكن جدا تحصل. ماذا لو النهائي هيبقى عكس كل التوقعات ويكون بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز؟ هل ده ممكن يحصل؟ أكيد ممكن يحصل. الأهلي والزمالك بالمناسبة عندهم غيابات مهمة جدا في قائمة السوبر المصري. هبدأ لكم بالزمالك واللي هيغيب عن القائمة اللي سافرت الإمارات: محمود الونش وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للتأهيل من إصابتهم بالرباط الصليبي. إن شاء الله ربنا يشفيهم ويعافيهم ويرجعوا أقوى من الأول. كمان هيغيب عن الزمالك سيدي نداي اللي اتصاب في مباراة الزمالك وسموحة في مواليد 2005 في أنكل رجله، وسيف جعفر وسامسون وحسام أشرف وأحمد فتوح ومهاب ياسر لأسباب فنية. الأهلي هيغيب عنه لعيبة مهمة جدا ومن القوام الأساسي في الفريق زي نجم الفريق علي معلول ومحمد هاني اللي عامل نتائج كبيرة جدا الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، وكريم فؤاد للإصابة، ولاعبين زي ما قلت لكم أساسيين مع الفريق. السؤال هنا: هل الغيابات دي هتأثر على مباراة الأهلي والزمالك مع سيراميكا وبيراميدز في نصف النهائي؟ كل شيء وارد، خصوصا ان بيراميدز نازل قوي جدا في القائمة بتاعته، جايب لعيبة كويسة في هينضم ليه او انضم بالفعل ليه يوسف اوباما، وممكن نشوفه في النهائي او نصف النهائي. وسيراميكا برضو عندها روح لانها كسبة كأس الرابطة وعندها دفعة معنوية وعايزة تحقق بطولة لأول مرة في تاريخها، بطولة السوبر. عندهم دوافع قوية جدا مركزين. نادي بيراميدز ونادي سيراميكا تصريحاتهم قليلة في الإعلام، مركزين جدا على الماتش، لأن بالنسبة لهم البطولات دي مش بتيجي كل يوم. إنك أنت تلاقي نفسك في النهائي لأول مرة في السوبر، مش كل يوم هتلاقي الفرق اللي غير اهلي او زمالك او بيراميدز. طبعا الاسماعيلي كان عامل شغل عالي جدا في السنين اللي قبل كده، وان شاء الله يرجع اقوى من الاول، وفي المصري وفي فرق كبيره جدا. السؤال الثاني: هل ممكن لعيبه الاهلي والزمالك يكونوا مركزين انهم هيقابلوا بعض من قبل البطوله ما تبدا؟ كل ده بيدور في ذهن اللعيبه، محدش يعرفه. طبعا احنا شفنا نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك اللي فاز الزمالك بكأس السوبر، وهيبقى زي كده بلغة الكورة في طار بين الأهلي والزمالك، مشروع جدا طبعا وفي نطاق الرياضة، وأكيد هيبقى عايزين يقابلوا بعض. الأهلي عايز يكسب الزمالك علشان آخر ماتش الأهلي ما كانش موجود في تتويج كأس السوبر الإفريقي، والزمالك عايز يحافظ عشان يثبت إن هو نادي بطولات، هو فعلا نادي بطولات، وعايز يثبت برضه ان هو ممكن يكسب اكتر من بطوله في وقت قليل. ده ممكن ياثر على اداء لعيبه الاهلي او الزمالك. كل شيء وارد، زي ما قلت لكم كره القدم ملهاش توقعات. ممكن نلاقي سيراميكا وبيراميدز في النهائي، محدش توقع السيناريو ده او مش كتير اللي هيتوقعوه. أنا عايزكم متابعي اليوم السابع تكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم لنهائي كأس السوبر هيكون ما بين مين ومين. هستنى تعليقاتكم، والتعليق الأكتر اللي هيقول النتيجة في نصف النهائي إن شاء الله هطلع تغطية تانية
بعد الماتش وهقول اسمه ان شاء الله في اللايف. شكرا متابعي اليوم السابع، اشوفكم على خير.